l'interview parce que c'est vraiment important quand même. Donc on veut justement l'analyse تاعك la position تاع إدارة الاتحاد العاصمة مشي اللي صار اليوم. ماشي اللي صار اليوم شوف حنا حضرنا المقابلة كما لازم الحال درنا واستقبلناهم يعني كما لازم الحال وكنا ناويين نلعبوا المقابلة مي دخل شي واحد اخر في الوسط بين كاين لي مايو تاعهم وين كانت هذيك الخريطة فيها الصحراء وهذه احنا ما تقبلوهاش السلطات ما قبلوهاش معلش موقف الاتحاد العاصمة ورفض التام اللي خوض هذه المباراة بهذا الشعار وشنو ما كلمتوا مع محافظ اللقاء وحكم المباراة واش كانت هذا المحافظ اللقاء هو محافظ ولا كاع الاعضاء تاع الكاف هذو قال لك جاهم خبر الكاف بعثت رساله وين يتلعب الماتش بالخريطه هذاك بالمايو هذاك اللي خلى وحنا ما الاداره ما نقبلوش في دار ما قبلتش صح وشنو المستقبل ربما وشنو قراءتك من المستقبل تاع الفريق تاع المنافسه المستقبل فاش المنافسه طبعا في المنافسه هذه احنا ما عندناش معلومات دوك نشوفوا كيفاش صار في مع الاداره ولا على العوده المقابله ولكن فخورين بالقرار هذا اللي خديتوه اليوم سيد رايس احنا خدينا قرار تمام الجزائر قبل فيير دو سات ديسيزيون جو سوي تري فيير ميم جو دي بيان تري فيير الاعلام الجزائر هذه كاع والشعب الجزائر ما يدي سوتيان اي جي روج بون دوني لوكازيون اني بور ريميرسي تو لي كلوب كي نوزون سوتوني تو الجمهور الجزائري اللي نوزا سوتوني فرانشمون سي سما انا حبيت نسوق والله العظيم